بمثل هذا اليوم ولد رسول الرحمة، ولد أعظم نبي من أنبياء الله، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم نقلت الدنيا من الظلمات إلى النور. فمن منطقة نحن في مدينة الموصل في منطقة النبشيت، اعتدنا كل عام أن نقيم حفلا بمولد النبوي الشريف، اقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره. فبهذه المناسبة الكريمة أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى العالمين العربي والإسلامي، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون العالم الإسلامي والعربي دائما في أمن وأمان. وأوجه يعني توجيه للناس كلها في هذه الأيام أن يكونوا مشروع خير، مشروع رحمة، مشروع تعاون بينهم. يجب أن يكون المواطن يعاون أخوه المسلم. ودعانا لغزة، دعانا لغزة أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنها ما هي فيه، وأن يهلك اليهود ومن والاهم. احنا كل سنة نسوي بهاي المنطقة، نشارك بيناتنا شباب المنطقة وأهل المنطقة وناس خيرين يعني من خارج المنطقة، ما أريد نذكر أسامي، حتى مسؤولين كبار بالدولة شارك معنا يعني مبالغ جزاهم الله ألف خير. وهاي المناسبة تظل إن شاء الله دوم، يعني كل سنة أكرر وعيد، يعني ذاني وضنايا وضنا ضنايا يظل يسوي بهاي المناسبة إن شاء الله. وهاي شوف شوفة عينها كلها تفزع وتجي تركض وتعاون كل سنة. هذا يوم احنا ما نشتغل، نتفرغ بهذه المناسبة الكريمة العزيزة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا نرحب بكم، قناتكم موقرة هي قناة الموصلية، طبعا هي سباقة بكل حدث وبكل مكان وبكل زمان في مدينة الموصل. طبعا حياكم الله من ممشاكم ملقاكم. واليوم الموصل بهاي المناسبة السعيدة بعد ما نضت غبار الحرب من مدينة الموصل، بدت بالإعمار وبدت تلاحمها وبدت بهاي الشغلات الحلوة الجميلة. اليوم مثل ما تشوف عينك أهالي منطقة النبشيت كل سنة عندها هاي المناسبة اللي هم يوزعون كل شيء بمناسبة مولد السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا اليوم كأحد مواطنين منطقة النبشيت القديمة نشارك وياهم هاي الفرحة ونشتغل ونساعد ونلتقي مع بعضنا البعض، لأنه اليوم عامة دوام ماكو. فاليوم كل تلتقي من موظفين من مدنيين من شباب من أطفال، الحمد لله. يعني هاي المناسبة جمعت وخلت الموصل إيد واحدة، وإن شاء الله الموصل ظل إيد واحدة وعامرة بأهلها وبناس الطيبين وبحكومتها المركزية والمحلية. تحتفل الموصل وتحديدا المنطقة القديمة محلة النبشيت بإحياء ذكرى مولد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودائما الأخ نشوان أبو محمد نشوان الجبوري يتكفل بها ويحيي هاي الاحتفالية بمساعدة أهالي المنطقة، ودائما لها أجواء خاصة عندنا احنا أهل الموصل القديمة تحديدا.